السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من أهلا بالسريع مباريات 10-0. وعايز أقول لكم معلومة، امبارح كنت في مسابقة رابد. أوكي، الراجل مش عايز يلعب معانا، ماشي. وفي مسابقة الرابد دي أنا ببقى بعيد جدا عن الرقعة الحقيقية، أنا بلعب طول الوقت على رقعة إلكترونية. لعبي على الكمبيوتر خلاني على الرقعة فعلا مش شايف حاجات كتير جدا، فدي حاجة أنا محتاج فعلا أظبطها، وأي حد بنصحه إن هو يعني ياخد باله من الحركة دي، لو هو خصوصا بيلعب في دوري ممتاز أو في كده، إلا لو هو بينزل على القهوة كتير بقى وعينه على طول على يعني على الرقعة عادي خلاص. إنما لو أنا دلوقتي يعني القناة اللي أنا عاملها ديت، ايوه اللي بيعدي فيها البائع الجاي اللي انت سامعه ده، القناة خلتني دايما ما انزلش القهوة، يعني وقتي دايما مش سامح لي ان انا انزل القهوة، عشان بدل ما انزل القهوة طب اقعد اعمل فيديو للناس وهكذا يعني. فده بعدني جدا عن الرقعة رقعة الشطرنج الحقيقية. اول ما يعرف اني بصور يطلع يصوت في الشارع زي المجانين كده. احنا بنلعب مع واحد اسمه اسمه ايه؟ كازاكوف ارماك. ماشي يا عم كازاكوف، روك اي 1 يا عم كازاكوف. تيكس. في واحد ابن حلال قال لي باكل بالوزير، بس انا بحب اكل بالبيدق، معرفش ليه، عشان الوزير يبقى يكمل شغل هنا يعني. طبعا الخطة واضحة دلوقتي، هوب هوب، وكتر خيره ان هو ساب لي الفيل، لان انا هاجي هنا دلوقتي بالحصان ده، ولو هو حاول يغطي المربع الحصان ده كمان ممكن يجي يسند، يعني الاثنين مع بعض هيبصوا هنا، والوزير هيطلع من هنا في هنا، والفيل هيطلع يربط، لان الفيل التاني مش هيعرف يكسر الرابطة في البعيد. احد الخطط المشهورة انه بيعمل كده في كده برضه، يحاول ان هو يحمي الحصان زيادة، ساعات بيطلع كده وبعدين يلعب الحصان كده في كده، عشان لو الفيل جه هنا رابط تكسر الرابطة، لو مشي بيلعب كده في كده يعني. يظن الناس ان انا دلوقتي بقول اي كلام وبهبد، بس اللي انا بقوله ده بجد. اوه، الراجل قرر ان هو يبريك ان ذا سنتر فيري فيري فاست، وبسرعة شديدة. طب ايه رايك لو انا كلت ولعبت نايت سي 4، ضغط هنا زيادة، بس البلد ده هيبقى ضعيف معظم الوقت. وفي حاجة تانية اللي هي دي، انا مش مهتم ان انا اكسر ولا اي حاجة، انا بضغط بزيادة على خلاص. ماشي، بيدق في بيدق بيدق في بيدق، بنسبة كبيرة شكل السنتر اتحدد، يعني كأن السنتر دلوقتي مقفول، ما فيهوش بيادق ممكن تتاكل في بعضها، وبالتالي الخطة بتاعتي على جناح الملك بتاعه ممكن تكون أنجح. من خطط المشهورة أعتقد إنه يلعب كوين دي 6 دلوقتي، ويحاول يجيب الرخ الثانية ويكسر الوزراء من هنا. أذكر أن هذه خطة جيدة. بس لعب كوين دي 6، يمكن عندي نايت سي 4 بتمبو الاول. حلو، الراجل ده انا ليه حاسه مسالم، ولا هو هيذبحني، ولا ايه اللي هيحصل؟ يمكن عايز دي وبعدين يلعب كوين اي 6. كوين اي 6، يعني عايز كده في كده دلوقتي، ويضغط هنا بزيادة. ماشي، اللي انت عايزه اعمله يا باشا. انا عارف طبعا دي بلندر عشان المربعات دي هتفضى، ودي مش بلندر،
ولو حاول يتهور ويجي يرمي نفسه كده ممكن منعني من الربط. اذا هو بيلعب كويس، اذا هو مش بيهرج، الراجل ده بيلعب كويس. ماشي، مكملين في خطتنا لحد ما نشوف في ايه بالظبط بيحصل. وقته هو مضغوط في الوقت او انا اللي بلعب بسرعة؟ معرفش. روح جات على الفايل. اوكي، جميل. طيب تسمح لي اكمل في الخطة دي ولا ايه؟ هيجوز على الفايل بنسبة كبيرة، هيجوز على الفايل. ممكن يلعب كده دلوقتي. الجوزة هتبقى جامدة، بس هيلحقه في الوقت المناسب. يا سلام، كده بقى ما عادش فيه هزار، بقى ما عادش فيه هزار. لو كلت بالوزير الجوزة هتبقى قاتلة. لو كلت كده هيجوز برضو. بس بقى هتبقى وحشة قوي. ماشي، هو هينزل هنا دلوقتي يضايقني، فأنا هاجي كده تاني للأسف. أوكي، عشان لما ينزل هنا أهرب في أي حتة. بفكر أهرب هنا لو زق عليا. خطته كانت واضحة وحلوة. بس عادي 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 عادي. احنا ما زلنا في السليم ان شاء الله. يعني احنا حتى لو رجعنا كده دلوقتي وجبنا الرخين اتس اوكي okay. الفكرة بس ان هو لو يزوغ دي وبعدين يحط الوزير كمان يبقى عنده 3 حاجات على نفس الفايل. مش عارف الوضع باظ مرة واحدة ليه كده. مش مديني فرصة ألعب، وبيلعب حلو قوي بمنتهى الهدوء والرزانة، لكن آلاته يعني قيمة. كوين سي 4. اوكي يلا نكسر يا معلم. تيكس تيكس، ما انتش نازل على الاقل هنا يعني دلوقتي. كش، لازم اكل وههرب ثم لا كده انا مش شايف حاجه خالص. يعني النقله الجايه هاجي كده اصلا اخد الفايل. ما كانش قرار حلو منه بيتهيألي.
لاحظ ان هو كمان شكله بعد النقلة دي عايز يعمل كده، يرخم على الحصنة، وده نقلة هيبقى محترم جدا. او مش عارف، مش عايز يكسر، ودماغه دلوقتي هوب هوب كده. ماشي يا عم، وماليش دخلة، ولعبي يعني موقفي وحش. لا محتاج اجيب نقل شطرنج قوي. عارف محتاج اعمل ايه؟ لا ما ينفعش. طيب واحد، واو، لما تكتشف ان ان اخدت الفايل ملهاش لازمة. عايزين نضايق الرخ دي يا جدعان. مش معقول وضع قطعة احلى من وضع قطعة بكتير. مش لاقي لعب. روحه قوية جدا. لقيت لعبة اهو. واحد اتنين. تعالى لي تعالى لي تعالى لي كسر، تعالى لي. ايوه هل النقلة دي اضعافات؟ هذا سؤال، انها مهمة، انا مش شايفها اضعافات. هيخش لي منين؟ بدأ يتشاء. حلوة. طب امشي. همشي يروح فين؟ ازق تاني، يزق هنا، ياكل، هيبهدل لي الدنيا. ماشي يلا عشان الوقت بس. ما فيش مانع. تيك كير من دي، هرجع كده. لازم، مفيش اللي هي، ولازم كمان احمي ده دلوقتي بقى، ده مهم جدا احميه. ماتشات صعبة يا اخي.
اضعاف غريب قوي عمله. الملك بتاعي محتاج يجي هنا، تخيل. واحد حلوة، عايز كده ايه ضرب. لازم امنعه منها كده. شايف لي، حاسس ان انا هاخد مات كده بالمنظر المعفن اللي انا عامله ده. مش بقول لك انا مش مطمن، الكش بص عامله ازاي. اوبا، شكلها تبقى فضيحة يا معلم. ادعوا لنا يا جدعان ما تبقاش فضيحة. حظي الحلو ان هو معاه دقيقة بس. ما اقدرش امشي، هياخد باطة، هياخد تعادل، هياخد تعادل عشان هو مزنوق في الوقت. كليم درو، كليم درو يا عم، توكل على الله يا عم، يا عم سيبنا في حالنا يا عم، اتكل على الله. اناليسيس بورد. يعني اوكي، E4 E5 لحد الشكل ده احنا عارفين تقريبا، بس لحد ما ضرب بقى الدي 5 هنا بقى انا مش عارف الداتا بيس بتقول ايه. بتقول روك اي 1 زي ما انا لعبت فعلا، والشكل ده اتلعب ما بين مايكل ادمز واناند، ما بين ارونيان وايثيان باكروت، ما بين كروانا واحد تاني كده، ما بين هاوي فان وايفانشوك، وانتهى تعادل. بيشب تيكس اتلعبت. بص، بيست موف از كوين تيكس، بس انا اكلت بالبيدق. مين اكل بالبيدق تاني من الجراند ماسترادز؟ واحد اكل بالبيدق قدام فان فوريست وكسبه في 2017، يعني ماتش لسه جديد. طب كملوا ازاي يا اخي؟ شبه نفس الافكار، بس هو عمل حاجه احسن مني. هو النقله دي اتلعبت اصلا. هو في الموقف ده بقى انت عارف ان اللي لعبني ده لعب احسن من يعني لعب دي، which is the best move in the position. d5 دي، d5 best move، تخيل. هو لعب d5 وانا لعبت queen e2، احسن نقلة. بيدق في بيدق، كلت بالبيدق. مش معقول يا جماعة. احنا في الماتش، احنا في النقلة رقم 13، واحنا لسه في 2500 بيلعبوا نفس الشكل ده. queen e7 هو خرج بره اللعبة، وانا بقى هنكمل لعبة بقى. knight f1، كوين e3، b4 مش غلط، b4 مظبوطه، h6. الحصان التاني جه مش احسن حاجه، موجوده والله. نايت g3 برضو، رخ على الفايل. دي كانت وحشه، دي انا متاكد انها وحشه بقى. دي ان انت بادئ هجوم وانت قطعه لسه ما لعبتش، وده اخرني كتير. محدش ينسى يا جماعه الفكره دي. بيشب e3 الكمبيوتر بيقول بيست موف، هي التاني بيست موف، او نايت f5 على طول. لكن دي وحشه صراحه، ضيعت لي وقت جامد. الكمبيوتر بيقول صفار ولازم ارجع زي ما انا رجعت كده. كان المفروض يلعب روك دي 3. انا هنا طلبت منه ان انا لو سمحت تعالى نكسر. نزل يكسر تاني، وبعدين هربت، وبعدين جي 3، وانا بعاني هنا. يعني انا قعدت فتره طويله جدا هنا بفكر، لان انا هنا كنت بعاني. الكمبيوتر مديني العب روك سي 2 او روك اي 2، مفيش غير كده، ومديني العب سي 4 بحيث تسيب البيدق ده مقابل البيدق ده لو ينفع، يعني لو انت بتلعب على افكار. يعني والله نقله جيده جدا برضو، فكرت فيها والله، بس خفت ان انا افركش نفسي.
المهم يا سلام عليك، نايت اي 1 بيست موف، نايت اي 1 وتعالى نكسر. هنا كمبيوتر مديله 6 من 10 احسن مني، او 8 من 10 بقت واحد وي كمان احسن مني، علشان ملكه ملكه قريب قوي من البيادق. ماشي، دي ما كانتش احسن حاجه، بيقول لك كينج جي 3 كانت افضل، وهي فعلا دي تضيع وقت لانها سمحت بهذه النقله وفكره الكش اللي كان هيديهاني، ما كانش احسن حاجه اف 3. المهم هل دي نقله حلوه منه؟ نقله غريبه جدا منه. ماشي، نايت دي 2، هنا كنت بقول يلعب اف 4 بس انا لعبت نايت اف 2، وهنا هو اخد التعادل بقى. كش امشي، كش امشي، الكمبيوتر مديله كمان بعد الكش دي وامشي اف 5 بكش. طب لو كلت، لو كلت اعتقد يرجع يديني الكش، بعدين ياكل بدأ في بدأ، يبقى عنده فكرة بدأين في السنتر. يا سلام، بص كش، اضطر ارجع وممكن ياكل بالبيدق جامده او ياكل بالحصان جامده. الكمبيوتر بيقول بكش تاني، اضطر ارجع زي كده واخش بملكه. يا سلام، ويننج ويننج. المهم ربنا ستر لان هو اتزنق في الوقت، وعشان جاب النقل ده كله برضو اتسرح في الوقت شويه. اتمنى تعملوا لنا لايك، تشتركوا عندنا في القناه، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.